هسه طلاب خزان مملوء على شكل متوازي من السطوح، تمام؟ فقاعدته مربعة اللي هي 2 متر، راح يتسرب منه الماي بمعدل 4 بالعشرة، جد معدل التغيير في انخفاض الماء عند أي زمن. أول ما نجي نرسم الخزان اللي هو على شكل متوازي السطوح بهالشكل هذا، على شكل مكعب. طبعا هو متوازي السطوح نفس الشيء، مكعب هم يصير مكعب. فهنا شنو هو المكعب؟ حجم المكعب يساوي لنا الطول في العرض في الارتفاع، وهذا الطول وهذا العرض وهذا الارتفاع، تمام؟ هذا عرفت ان انت طول عرض ارتفاع. حجم المكعب شنو هو؟ طول في العرض في الارتفاع، تمام؟ فهنا مطيك الطول في العرض في الارتفاع اللي هو هذا القانون، في اكس في اكس في اتش، فراح يصير اكس تربيع في اتش، تمام؟ هسه الاكس معطيناها 4 طلاب، صحح المعلومة 4، والاتش 3. هي ماكو اي اشكال، يعني حتى لو بدلت انت ماكو اي اشكال، لان انت عندك عملية الضرب عملية إبدالية. فهنا ال H 3 وال X 4 طلاب. هنا قبل جيبوا شتي، يعني قبل اشتق دي في على دي تي اللي هو معدل الحجم على الزمن، وهنا أنا هاي حاصل ضرب دالتين، الدالة الأولى مشتقة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الأولى اللي هي 2 اكس دي اكس على دي تي. شوفوا طلاب توضيح، هنا أنا حاصل ضرب دالتين، الدالة الأولى اللي هي اكس تربيع مشتقة الثانية اللي هي دي اتش على دي تي بالنسبة للزمن جاي اشتق، زائد الدالة الثانية اللي هي اتش في مشتقة الأولى اللي هي 2 اكس دي اكس على دي تي، تمام؟ فهنا كل شيء موجود، المطلوب هذه معدل التغير في الزمن، تمام؟ بالحجم، معدل الزمني للحجم. فهنا مطين ياها 4، تمام؟ في معدل الارتفاع، التغير في الارتفاع ايش قد معدل الزمن للارتفاع؟ راح يكون عندي 5 بالعشرة، تمام؟ زائدا الارتفاع ايش قد 3، تمام؟ في 2 الاكس ايش قد 4، تمام؟ في معدل التغير الزمني في في العرض او الطول اللي هو الاكس ايش قد قيمته، معدل دي اكس على دي تي ايش قد قيمته، عوضناه اللي هو 3 بالعشرة، تمام؟ قاعدة مربعة بمعدل 3 بالعشرة، تمام؟ فهذا القاعدة هو 3 بالعشرة. فراح اضربهم كلهن واطلع الرقم، فهذا السؤال سهل كلش، يعني دي في على دي تي هذا يعني معدل الزمن بالنسبة للحجم، معدل التغير بالزمن بالنسبة للحجم المكعب، تمام؟ فهنا أنا راح يطلع عندي الناتج، اضرب هذا بهذا، هاي 4 معناته 16 تربيع في 5 بالعشرة، زائدا 12، 3 في 4 في 3 بالعشرة، يعني صارت 12 في 3 بالعشرة. فهسه راح يطلع عند الناتج هنا سالب 8 زائدا 7.8.
اثنين تمام، فثمانية تروح سبعة فاصلة اثنين، ايش قد يبقى؟ راح يبقى عندي ثمانية بالعشرة سالب ثمانية بالعشرة سنتيمتر تكعيب على سكند اللي هي الثانية. شكرا لكم، في مال الله.